ان شاء الله بنحفر بير في المنطقه دي اسمها منطقه الرصيص. حفرت بير قبل كده في حته اسمها الاسباعيه، والحمد لله ربنا كرمنا بالميه، وباذن الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله بالميه باذن الله بعد كمان 6 متر. حضرتك بقى 6 متر حضرتك دلوقتي، حضرتك بتحفر الابار دي وبتبيع الميه؟ لا دي ثواب باذن الله لله، يعني هنعمل خزان فوق. لو حضرتك بصيت كده على الهضبه دي، حفرنا مكان الخزان، وان شاء الله ده باذن الله يبقى ثواب لله باذن الله ان شاء الله. حضرتك اشتغلت في المهنه دي قبل كده؟ انا عملت مره بير قبل كده بس. حضرتك مين بيساعدك في الشغل؟ بعد ربنا ولادي، وان شاء الله بنجيب صعيده بقى باليوميات كده ان شاء الله باذن الله.